مع استمرار الاعتداءات المنهجيه على حقوق العمال في تركيا صنف اتحاد النقابات العماليه الدولي في تقرير له تركيا ضمن اسوا عشر دول للعمل التقرير قال ان حقوق وحريات العمل في تركيا تتعرض لهجمات وضغوطات متواصله منذ سنوات مضيفا ان النقابات العماليه واعضاؤها ملاحقون بالاتهامات والاعتداءات بشكل متواصل وممنهج بالاضافه الى تعرض العمال للفصل من العمل والتهديدات باستخدام العنف والملاحقات المستنده على ادعاءات غير صحيحه بشان انشطه معاديه للنقابه تقرير اتحاد النقابات العمالية الدولي أشار إلى تفاصيل أخرى مثل تعرض الرئيس السابق لاتحاد ديري تيكس في تركيا مكوم ألا جوز لهجوم مسلح واعتقال العديد من المتظاهرين خلال تظاهرات في اسطنبول في الأول من مايو عام 2023 وحبس مديري نقابة العاملين في مجال الصحة والخدمة الاجتماعية سلمى أتابي وغونول أردان وفي ردة فعلها على التقرير قالت رئيسة اتحاد النقابات العمالية الثورية ارزو شيركوز اوغلو: "إن مؤشر الحقوق الدولي يكشف مرة أخرى عما هو معلوم للجميع، مؤكدة أن العديد من الحقوق الأساسية في تركيا كحق الانضمام للنقابة وحق تأسيس نقابة وحق التعاقد الجماعي وحق الإضراب تتعرض للقمع من قبل السلطات". وتؤكد مثل هذه التقارير استمرار القمع والاضطهاد بجميع اشكاله في تركيا وذلك على الرغم من الدعوات المطالبه للنظام الحاكم بضروره التوقف عن هذه السياسات اذا كان يريد بالفعل الانضمام الى الاسره الدوليه التي تؤمن بالحريات وحقوق الانسان وهو ما لا يتوفر مناخه مطلقا في تركيا اقله في الوقت الحالي